في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزجار مجموعة عين تموشت من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 45 سنة، من بينهم 5 أشخاص من جنسية سورية، بالإضافة إلى طفلة لم تتعدى 4 سنوات رفقة والدتها. كانوا بصدد التخطيط السري للهجرة إلى ضفة أخرى عن طريق البحر انطلاقا من شاطئ الصخري مسمى كاب فيغالو تابع لبلد مساعد. جراء العملية تم حجز قارب نصف صرب مزود بمحرك ياما مجهول القوة، 8 صفائح بنزين سعة 30 لتر، 7 هواتف نقالة، جوازات سفر خاصة بالأجانب، أين وجهت لهم جنحة محاولة الشروع في مغادرة التراب الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز العبور، جنحة دخول أجنبي إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، جنحة تعريض حياة الطفل للخطر. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم موقوفين إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العمرية.